يقول أحسن الله إليكم يا شيخ، عندنا مدرس يا شيخ في اللغة يقول إن قول الله سبحانه وتعالى وجاء ربك يجوز من ناحية اللغة أن نقول جاء أمر ربك، لما نقصد العقيدة نقصد توضيح المضاف والمضاف إليه. ما قولكم يا شيخ؟ قولنا هذا غلط منه. فإذا قلت إن معنى وجاء ربك في اللغة وجاء أمر ربك فقد كذبت على اللغة، لأن اللغة تجعل حكم الفاعل للفعل، فإذا جاء في اللغة جاء فلان فالمراد جاء هو نفسه. كذلك لما قال تعالى عن نفسه وجاء ربك فالمعنى جاء هو بنفسه وليس معنى جاء أمره، فما قاله فهو كذب على اللغة العربية ولا يجوز إقراره. والذي أعلم من جامعة الإمام محمد بن مسعود أن هذا الذي قرره ابن عقيل رحمه الله الذي شرح الألفية علقوا عليه أو نبهوا الأساتذة على أن يبينوا أن هذا خطأ. نعم.